اهلا بيكم من تاني. طبعا هو امير وفاطمه وسواء سمعه الكليه، بس تعالوا نبدا الاول كده بسؤال. طلبه علم علوم تبقى عايزه تخش ايه؟ يعني صيدله، طب، اسنان، كليات الحلوه ديت. طلبه علم رياضه بيبقوا عايزين يخشوا ايه؟ بيبقوا عايزين يخشوا هندسه، بس في الاخر بيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا في كليه علوم اللي تسوق سمعتها من شويه دي. فانا معاكم ساره اشرف، انا كليه علوم مستوى رابع قسم كيمياء حيوي، وهنتكلم النهارده عن الكليه. كلية علوم يعني كلية العلم والعلومات، كلية اللي خرجت قامات علمية كتير. احنا بنفتخر ان احنا يعني بنسمي نفسنا احفادهم دلوقتي، زي دكتور احمد زويل ودكتور فاروق الباس ودكتور مصطفى السيد ودكتور سميرة موسى وغيرهم من العلماء الكتير. الكلية علشان تدخلها ملهاش شروط غير ان انت بس تكون علمي، سواء علم علوم او علم رياضة، وانك تكون كاين تنسيق الكلية، واللي حوالي 95% لعلم علوم وحوالي من 87-89 لعلم رياضة على اساس اخر سنتين، ده تنسيق كلية علوم جامعة اسكندرية. الكليه علشان ترفع عن الطلبه بتوعها ما عملت لهمش مبنى واحد بس، لا احنا لينا 4 اماكن بنتنقل ما بينهم على مستوى المحافظه. اول مبنى هو مبنى الشاطبي، ده بيكون غالبا اول سنه ليك في الكليه بتكون موجود فيه بس، وطبعا بعد كده لما بتتخصص يعني عادي في محاضرات بتحضرها فيه. تاني مبنى مبنى محرم بيه، المبنى ده عباره عن قصور وشجر ومناظر طبيعيه حلوه جدا، يعني هو من حلاوته كنا ممكن نكمل يعني باقي صوره. المبنى دوت فيه مبنى الاداره، اداره الكليه بتكون فيه، واي قسم انت بعد كده هتخشه لازم انت تروح محرم، هي معظم الاقسام موجوده هناك. ثالث مبنى مبنى الحريه، المبنى ده مبنى خاص بقسم كيمياء، كله عباره عن معامل كيمياء. المبنى ده كان مبنى قايل للسقوط وكان مبنى اشباح بالليل، وهو فعلا اتهد من سنتين وهو لسه دلوقتي بيعيدوا في بنائه تاني، ان شاء الله نشوفه من تاني يعني. اخر مبنى هو مبنى الانفوشي او مبنى علوم بحار، مبنى خاص بقسم علوم بحار. المبنى ده مبنى الناس الرايقه، انت بتبقى قاعد كده بتاخد السكشن، الدكتور قدامك والبحر على شمالك، يعني الصوره ديت من جوه السكشن فعلا، انت بتبقى قاعد واخدها والبحر قدامك كده. الكليه كام سنه؟ ممكن ناس تقول لي ان هي 4 سنين، اقول لك ماشي بس ده مش صح، لان احنا الكليه رينج الطبيعي بتاعها 4 سنين، بس احنا ممكن نخلصها في 3 سنين ونص او في اكتر من كده كمان، او في 4 واكتر 5 6 7، في ناس معمره معانا، لاننا ماشيين بنظام الساعات المعتمده اللي احنا شرحناه امبارح. النظام ده عشان يعني نرجعه تاني بسرعه كده، قلنا ان هو اسمه نظام الساعات المعتمده او الكريديت اور سيستم، وقلنا ان احنا شبهناه باكنك بتلعب لعبه، وانت اي لعبه عشان تلعبها بيبقى مطلوب منك ان انت تعدي مستويات، وكل مستوى بيكون ليه عدد بوينتس او نقط لازم تجمعها عشان تخش المستوى اللي بعديه. وبعد ما بتخلص اللعبه كلها بتكون عديت كل مستويات اللعبه وجمعت توتال البوينتس اللي مطلوبه منك في الاخر. فهنطبق اللعبه دي عندنا في الكليه، فانا عشان اتخرج من الكليه لازم اجمع 132 بوينت، او بنقول عليها 132 ساعه. وبرده علشان اخلص مثلا المستوى الاولاني اخش المستوى الثاني، فكل مستوى ليه عدد ساعات معين لازم اخلصه لحد ما اوصل للمستوى الرابع اللي هو اخر مستوى عندنا. طب يعني ايه ساعه معتمده؟ نراجع بسرعه. الساعه المعتمده ديت هي وحده قياس المكررات، يعني انا بوزن الحاجه بيبقى ليها وحده قياس، انا بوزن المواد عندي بالساعات، بقول ان الماده دي وزنها ساعه، الماده دي وزنها ساعتين، الماده دي وزنها 3، على حسب هي عدد محاضراتها قد ايه في ساعات محاضراتها قد ايه في الاسبوع. والماده دي مثلا بساعتين، فانا مجرد اللي انا اخدتها ونجحت فيها فانا هيتضاف لرصيدي ساعتين، وافضل كده لحد ما اجمع ال 132 ساعه. فانا بالطريقه ديت اقدر اخلص الكليه بالنظام ده في اي عدد سنين، مجرد انا خلصت عدد الساعات المطلوب مني اقدر ان انا اتخرج. في حاجه كمان عشان كانت لنا اسئله، ايه هو الجي بي اي والسي جي بي اي تاني؟ الجي بي اي دوت يعني هو مصطلح للتقدير بتاع ترم واحد بس، يعني انا لما عاوز اجيب تقدير ترم واحد بس فده بيبقى اسمه جي بي اي، وده ليه طريقه حساب كبيره كده شرحناها امبارح بطريقه البوينتس، مجرد اللي انا جبتها خلاص ده الجي بي اي بتاعي. والسي جي بي اي ده كان تقديري التراكمي العام بتاعي، يعني انا مش ترم واحد بس، لا انا تقديري عموما لحد دلوقتي وصل لكام. اول لما اخش الكليه هيكون مطلوب منك ايه؟ هيكون مطلوب منك ان انت تختار ما بين 3 شعب. اول شعبه شعبه العلوم البيولوجيه، ودي تقدر تدخلها لو انت علم علوم. تاني شعبه شعبه العلوم الطبيعيه، ودي تقدر تدخلها لو انت علم رياضه. تالت شعبه شعبه العلوم الجيولوجيه، ودي تقدر تدخلها لو انت علم علوم او علم رياضه. الشعب دي هي الحاجه الكبيره اللي تحتها بعد كده الاقسام والتخصصات. اول شعبه شعبه العلوم البيولوجيه، دي تدخلها لو انت علم علوم بس. الشعبه دي انت في سنه اولى هتاخد فيها كيمياء ورياضه برده عادي، هتاخد فيها مواد من بايو زي مواد من قسم حيوان وقسم نبات، هتخش المعمل وهتشرح ضفادع وزراثير وديدان وتلبس البلط وكده وتحس انك دكتور. طب انا لو دخلت الشعبه دي ايه التخصصات اللي هتبقى متاحه لي بعد كده؟ تقريبا اكبر عدد تخصصات موجوده في الشعبه دي.
اول حاجه الكيمياء الحيوي قسمي الجميل، يعني انت بتدرس فيه جسمك عموما، الميكانيزمات اللي بتحصل جوه جسمك، الامراض والعلاج والادويه والكلام ده كله، بتبقى فاهم اكتر كمان في مجال التحاليل. تاني تخصص اللي هو الكيمياء، وده مشترك ما بين كل الشعب، وتقريبا اكبر يعني اكبر ناس، اكتر عدد من الناس عندنا بتخش كيمياء. بتدرس فيه الكيمياء بفروعها العضويه وغير العضويه والفيزيائيه وغيرها. في النبات، بتدرس النبات كشكل ظاهري من بره او المواد الفعاله فيه من جوه. في الحشرات، ودي ناس بتبقى معروفه كده تلاقيها واقفه في الجنينه في محرم كده وماسكه المصيده وفي حشره كده طايره بيحاولوا ان هم يجيبوها. الميكروبيولوجي اللي هي اللي هتدرس بقى المايكرو اورجانيزمز عموما، البكتيريا والفيروس والحاجات دي. في التقنيه الحيويه اللي هي البايوتكنولوجي اللي هو الربط ما بين التكنولوجيا والبايو. في علم الحيوان، ده قسم كله تشريح، يعني اي حاجه بتعدي قدامهم بيشرحوها من اصغر كائن لحد الانسان. في علوم البيئه، في البيولوجيا الجزئيه اللي هي الموليكولر، انت بتدرس الدي ان ايه والار ان ايه وعلم الجريمه. في علوم البحار العامه، دي كده اول شعبه. تاني شعبه شعبه العلوم الطبيعيه، ودي بتدخلها لو انت علم رياضه بس. الشعبه دي انت في سنه اولى هتدرس كيمياء وفيزياء وميكا وبحته وديناميكا ومواد كده انا ما بفهمهاش كلها. المهم ان انا بعد كده ممكن اتخصص ايه، لو انت حاسس نفسك اينشتاين وبتحب النظريات بقى والحاجات دي ممكن تخش قسم فيزياء. لو انت ليك في جو البروجرامينج والكمبيوتر وكده في قسم علوم حاسب آلي. لو انت بتحب الربط ما بين الفيزياء والبايو فممكن تخش فيزياء حيوي. في برضو كيمياء هنا تاني احنا قلنا ان هو مشترك. لو انت بتحب الاحتمالات والنسب والحاجات دي ممكن تخش قسم احصاء. لو انت بتعرف تلم اكره المواصلات كويس وبتحب الرياضه والحسابات بتاعتها ممكن تخش قسم رياضه. في برضو هنا علوم البحار الفيزيائية. ثالث شعبة هي شعبة العلوم الجيولوجية. الشعبة دي بقى محتاجة نفس كده بقى وصبر ورجالة كده، لان انت الشعبة دي انت هتطلع فيها مخيمات وتدريبات كتيرة تبع الكلية، تطلع بقى في جبال وتلم صخور وعينات وكده. الشعبة دي لو دخلتها ممكن اتخصص ايه؟ عندك جيولوجيا اللي انتوا كنتوا بتاخدوها في ثانوية عامة اللي هي تراث طبقات الارض وكده عادي خالص. في الجيوفيزيا، ودي انا مثلا عايزه ادرس طبقات الارض بس انا ممكن من غير محفور، انا بمجرد جهاز بسيط من فوق كده يعرفني ايه كل اللي تحت دوت، فده انا بستخدم التطبيقات الفيزيائيه ان هي تساعدني ان انا ادرس طبقات الارض. في عندي علوم البحار العامه، وفي عندي الكيمياء برضو هنا مشتركه. طب هل انا كده في تخصص واحد كده هو اللي عجبني فانا مثلا كيمياء حيوي بس انا كده اخترت كيمياء حيوي ده اللي انا هتخصصه؟ لا، انت بيبقى عندك تخصصين، كليه بتقول لك هتتخصص اتنين، واحد ميجور اللي هو الرئيسي بتاعك وده حوالي 60% من دراستك بتبقى فيه، وواحد ماينور او الفرع بتاعك وده بيبقى حوالي 40% من دراستك بتبقى فيه. لازم تختار تخصصين، والتخصصين دول طبعا بيبقى لازم من نفس الشعبه، وبتبقى بقى على اساس لائحه كبيره كده بتقول لك مثلا لو انت اخترت التخصص الرئيسي كذا فانت الفرع ليك كذا. لو انت يعني انت بتبقى ملتزم بلائحه معينه مش بتختار اي حاجه كده، يعني حاجه زي الكيمياء مثلا في الجيولوجيا ما ينفعش ان انت تبقى رئيسي، لا لازم تبقى فرع. طب بس انت مصمم وعايز تختار تخصص واحد برضو ومصمم على حاجه معينه، ساعتها اقول لك ماشي بس انت هتبقى اسمك سبيشال. ساعتها انت سبيشال مايكرو او سبيشال بايو، انت في تخصص واحد بس انت المتخصص فيه. بس عشان تعمل كده لازم يكون تقديرك عالي جدا عن حد معين، يعني يكون متحدد، وتحاول بعد كده ان انت تسابق بقى تفعيلك وان انت تحاول تترتب عليهم عشان تقدر ان انت تكون تتعين كمعيد. بس فكره التخصصين حاجه حلوه لان انت بيكون متاح لك فرص عمل اكتر بالاثنين، يعني انا مثلا ما هدور على فرص عمل مثلا بكيمياء حيوي بس، لا انا هدور على كيمياء كمان لان انا الماينور بتاعي كيمياء فانا هشتغل بالاثنين، وما بتفرقش كتير قوي في الاخر يعني. هل دي كل الاقسام اللي عندنا او التخصصات اللي عندنا؟ لا، احنا عندنا اقسام خاصه. الاقسام دي انت باشا كده بتبقى رايح الكليه اول يوم مش مضطر بقى ان انت تخش سنه اولى وتنجح فيها وتجيب تقدير عالي عشان تعرف تتخصص ولا الكلام ده كله. انت مجرد ان انت جايب تنسيق الكليه طبعا، تاني حاجة برضو تكون علمي سواء علم علوم أو علم رياضة، وإنك تكون جايب درجة الإنجليش أكبر من 45 وفلوس كتير لأن أنت حوالي من 20 25 ألف في السنة، اللي هم بيبقى حوالي رينج مثلا الساعة الواحدة بيدفعوا فيها 600 جنيه تقريبا، فتخيل بقى أنت مثلا في الترم مثلا بتسكل 17 ساعة فاضرب بقى 600 في 17 فهتعمل معاك مبلغ يعني. طب إيه هي بقى الأقسام ديت؟ عندنا ثلاث أقسام. أول واحد الأي ماك أو الإنتستيريال مايكروبيولوجي أند أبلايد كيمستري، ده بيكون خاص بعلم علوم بس هو اللي يقدر يدخلها. القسم ده انت بتدرس فيه الربط ما بين هو من اسمه الكيمياء والمايكرو، بتدرس الربط ما بين الحاجتين بس من ناحيه الصناعه اكتر، وبيكون مثل ان هو عددهم بيبقى قليل فطبعا بيكون معاهم التركيز معاهم بيبقى اكتر يعني، وبيكون العملي بتاعهم احسن من المايكرو العادي، يعني هم بيطبقوا كعملي كسكاشن احسن من المايكرو العادي بكتير.
تاني واحد الاس اي ام او السوفت وير انتستيريا انتي مالتي ميديا، وده انت بتدرس فيه من اسمه برضو حاجتين السوفت وير والمالتي ميديا، وده مجال لسه داخل الجامعات جديد مش موجود في جامعات كتير، وده تقدر تدخله لو انت علم علوم او علم رياضه، وعادي لو انت علم علوم في مواد بتعادل الرياضه اللي هم كانوا بياخدوها في ثانوي. اخر واحد جيولوجيا البترول، وده انت بتقدر تخشه لو علم علوم او علم رياضه برضو، وده جيولوجيا برضو عادي بس بيكونوا طالعين فاهمين في جزء البترول اكتر وبيبقوا ترسينه بشكل متعمق اكتر. انا خلصت واتخرجت، هشتغل ايه؟ الكليه مش زي ما امير وفاطمه كانوا لسه بيقولوا من شويه ان هي ملهاش شغل. الكليه ميزتها ان هي شغلها كتير قوي، يعني تخيلوا كم التخصصات اللي احنا لسه قايلينها دي، كل تخصص ليه فروع في شغله لوحده، فدي ميزه من الكليه تخصصاتها كبير قوي دي، تقدر انت تشتغل في حاجات كتير قوي مختلفه. اول حاجه تبقى فاهمها ان انا كخريج علوم اي شركات او مصانع لازم بتكون فيها معامل، والمعامل دي محتاجه حد من خريج علوم، زي بقى مثلا شركات بترول، اغذيه، ادويه، بتروكيماويات، اي شركات تيجي قدامك لازم هتلاقي ان انت خريج علوم مطلوب فيها. في حاجات بقى على حسب تخصصك، زي مثلا انت خريج كمبيوتر ساينس ممكن تشتغل كمبرمج في شركات الكمبيوتر، ممكن تشتغل في الامن الصناعي والسلامه المهنيه كمهندس سيفتي، ممكن انت خريج قسم بيئه فتشتغل في جهاز شؤون البيئه، خريج علوم طبعا فتبقى ممكن باحث في هيئه البحث العلمي، معامل التحاليل، ودي يمكن اللي طالع علينا يعني ان احنا خريجين علوم بيشتغلوا في التحليل بس لا دي نقطه من بحر الشغل اللي بيبقى مفتوح لنا. في دبلومات كتير قوي بتبقى متاحه لك، ممكن تاخد منها دبلومه زي مثلا دبلومه التغذيه وتشتغل كأخصائي تغذيه، في دبلومات كتيره جدا ممكن تقروا عنها. اخر حاجه التدريس، طبعا ده مجال معروف لينا كلنا، بس هل كل الناس اللي هتتخرج هتشتغل ومجالات الشغل الواسعه دي، ولا في جزء منها هيقعد على القهوه؟ هو في جزء هيقعد على القهوه كبير. ليه؟ لان الناس دي هي قضت سنين كليتها بس مجرد تحصيل دراسي، هي عايزه بس تنجح وتخلص الكليه في 4 سنين وخلاص على كده، ويمكن كمان ممكن ما تكونش بتجيب تقدير عالي ولا حاجه، بس هي عايزه تخلص كليتها وخلاص، فده طبعا مش صح. الكليه مهمه وكل حاجه بس هي مش محور حياتك بس، لا انت لازم تستغل سنين كليتك صح وتبقى مقسم، مثلا انا في سنه اولى هنجز كذا وفي سنه ثانيه هنجز كذا. كلية مهمة بس في مثلا جزء تدريبات، انت ممكن تنزل تاخد تدريبات كتير او تشتغل على نفسك فيها فتطلع ان انت مؤهل لسوق العمل اكتر. في جزء كورسات انت ممكن تطور من نفسك فيها لانك اكيد الكلية مش هتديك كل حاجة. في جزء مهم قوي وهو العمل التطوعي، حاجة شبه اللي احنا فيها دلوقتي ديت. انت شخصيتك نفسها مش هتتطور بمجرد ان انت رايح كلية او انت تنزل ترتيب بس، لا لازم تنزل العمل التطوعي وتدوس فيه وشوف انت شاطر في ايه وضعيف في ايه وتنمي من مهاراتك فيه. حاجه شبه برنامج دراسات التنميه المستدامه اللي عامل المؤتمر ده، هو ادانا فرصه ان احنا نعرف ازاي نتكلم وازاي نطلع نحط البرزنتيشن وازاي نعرضه ليكم. في ناس تانية ممكن تبقى خايفه ان هي تاخد فرصه زي ديت. برامج شبه اللم والواي اس بي يو دي برامج حلوه وحقيقي فادتنا جدا. غير كده انت الكليه عندك اول ما هتخش هتلاقي اسر وتيمات كتيره جدا في الكليه، ممكن برضو تنضم لاي حاجه فيها، المهم ان انت تنضم لحاجه من دي وتطور من نفسك. اخر حاجه مفيش حاجه اسمها كليه قمه وكليه قاع، دي خرافه. اكيد شفتوا اكيد امثله كتيره زي حد يخش طب واسنان وتبقى ده حلمه وشغفه وكل حاجه وبيخش يفشل فيها في الاخر لمجرد ان هو داخل على الاسم بس او على اللقب، فلا في بيفشل وبعد كده بيحاول لكليه تانية وممكن بينجح فيها احسن وبيبقى ليه اسمه فيها. فخش الحاجه اللي انت حاببها واللي انت شايف شغفك فيها وما تخليش اي حد ياثر عليك. انا كان قدامي بيطري وكانوا بيقولوا لي انت ممكن تخشيها وتاخدي لقب دكتور وكل حاجه بس انا ما كنتش شايفه شغفي فيها، فاختاري الحاجه اللي انت حاببها عشان دي اللي انت هتلبس فيها بعد كده وان شاء الله ما ندمش عليها. يعني دي صوره الاكونت تاني لو حد حب ان هو يبعت لي اي سؤال على الفيسبوك اكيد هرد عليه، وشكرا.